البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. فإنه من جهة الخدمة التي تصنع للقديسين فهو فضول مني أن أكتب إليكم عنها، لأني أعرف نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى المقدونيين، أن أهل أخائية مستعدون منذ العام الماضي، وغيرتكم قد حرضت الأكثرين، ولكن قد أرسلنا الإخوة إليكم لكي لا يكون فخرنا الذي افتخرناه بكم باطلا من هذا القبيل، كي تكونوا مستعدين كما قلت، حتى إذا جاء معي مقدونيون ووجدوكم غير مستعدين لنخجل نحن، كي لا نقول إنكم أنتم بهذا المقدار. فرأيت لزاما أن أقنع الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي وعدتم بها من الأول، لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها اغتصاب. هذا، وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركة فبالبركة أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة كي يكون لكم اكتفاء في كل شيء كل حين، لتزدادوا في كل عمل صالح، كما هو مكتوب: فرق أعطى المساكين، بره يبقى إلى الأبد. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا أمين. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أنكم تأخذون دينونة الأعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. وذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. وذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان هو عضو صغير ويتكلم بالعظائم. وذا نار قليلة أي وقود تحرق، فاللسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسد كله ويحرق دائرة الكون ويضرم من جهنم، لأن كل طبع للوحوش والطيور والهوام والتي في البحار تذلل، وقد تذلل للطبيعة البشرية. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط مملوء سم الموت. به نبارك الله الآب، وبه نلعن الناس الذين خلقهم الله على شبهه. من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة. لا يجب يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل الينبوع ينبع من العين الواحدة نفسها العذب والمرة؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ فكذلك لا يمكن المالح أن يصير ماء عذبا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله
فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأذكار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. أنتم تعرفون القول الذي كان في كل اليهودية مبتدئاً من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الناصري الذي مسحه الله بالروح القدس والقوة، هذا الذي جاء يصنع الخير ويشفي كل الذين قهروا من إبليس لأن الله كان معه. ونحن شهود لكل شيء صنعه في كورة اليهودية وفي أورشليم، هذا الذي قتلوه وصلبوه على خشبة، هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر ليس لجميع الشعب بل للشهود الذين سبق الله فاختارهم، الذين هم نحن الذين أكلنا وشربنا معه من بعد قيامته من بين الأموات. وأمرنا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، وهذا الذي شهد له جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأقوال حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان الذين جاءوا مع بطرس لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس قائلا: أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم يسوع المسيح. حينئذ سألوه أن يمكث أياما عندهم، فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي واحد هاتور أحسن الرب استقباله ويعيد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. أمين. زي النهاردة يا حبايبي استشهد قديس عظيم من شهداء كنيستنا القبطية وهو القديس كليوباس. والقديس كليوباس هو واحد من 70 رسول وكمان هو من سبط يهوذا، وقدسنا يبقى واحد من تلميذي عمواس الاثنين اللي ظهر ليهم السيد المسيح في يوم قيامته لما كانوا رايحين من مدينة أورشليم لعمواس، وفي طريقهم اتكلموا كتير مع السيد المسيح من غير ما يعرفوه، لكن عرفوا انه رب المجد لما بدأ يكسر الخبز معاهم. القديس كليوباس كمان يا حبايبي كرز بالسيد المسيح في مدينة اللد ودي موجودة في فلسطين، واستشهد واتدفن
في نفس المكان، وكان عمره وقت ما استشهد 120 سنة. بركة صلواته تكون معانا أمين. كمان النهاردة يا حبايبي بتعيد كنيستنا بعيد استشهاد الأنبا كيرياكوس واستشهاد القديسين ماكسيموس ونوميتيوس وبقطر وفيلوبوس واستشهاد القديسة أناستاسيا الكبيرة ومعاها قديس اسمه كيريلوس. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين. ليروى حرثها ولتكثر أثمارها وتفرحوا بقطراتها فتنبتوا تبارك إكليل السنة بصلاحك وبقاعك تمتلئ من الدسم. والآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فلما اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا إليه من كل مدينة قال بمثلين: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس وأكلته طيور السماء، وسقط آخر على الصخر فلما نبت جفا لأنه لم تكن له رطوبة، وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه، وسقط آخر في الأرض الصالحة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. قال هذا ونادى: من له أذنان للسمع فليسمع. فسأله تلاميذه قائلين: ما عسى أن يكون هذا المثل؟ فقال: لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، وأما للباقين فبأمثال، حتى إنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون. وهذا هو المثل: الزرع هو كلام الله، والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون ثمران. والذي في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة
فيحفظونها في قلب جيد صالحين ويثمرون بالصبر. والمجد لله دائم.